تحية طيبة لإذاعة حياة أف إم، وشكرا على الاهتمام بهذا اللقاء المبارك الذي يجمعنا لاستعادة ذكرى وفاة أخينا وشيخ أخينا الإمام فوزي الصدفي، وهو من شيخ معروف في القيروان بنشاطه وباهتمامه المتميز بمسائل الدين ومسائل الإشعاع الديني في مدينة القيروان، يعني إشعاع التسامح وإشعاع التراحم وإشعاع يعني التقارب. والواقع بما هي نكبت القيروان في هذا الشيخ، فقد توفاه الله وهو في أوج عطائه ونشاطه الديني منها كإمام. رحمه الله ورزق أهله جميعا. شيخنا شيخنا العزيز أستاذنا الجليل الطيب الغزي، أئمة يزورون اليوم مدينة القيروان استذكارا لذكرى المرحوم الصدفي، ماذا عن هذا الحدث؟ أباء أئمتنا يعني سواء في القيروان وإلا بما خارج القيروان جاءونا من تونس العاصمة نخبة من الأئمة، يعني جاءوا ليقدموا من تعازيهم من للعائلة، لأن عائلة الشيخ الفوزي هي حاضرة معنا الآن، ذلك أنهم اعتذروا على حضورهم من موكب الدفن، ثم يعني سيؤذنونه سيذكرون من خصاله الحميدة وله سمعة طيبة هو في أوساط الأئمة منها في كامل البلاد تقريبا، كانت له بمعنى علاقة طيبة مع جميعهم على اختلاف يعني جمعياتهم سواء جمعية قرآنية أو جمعية مشيخة التعليم الزيتوني، يعني جمعية الزيتونية للعلوم والثقافة، نعم، أو جمعية العلوم الشرعية أو من غير ذلك من الجمعيات التي تعرفون. و يعني هو لقاء يعني أخوي، لقاء حميمي، من لقاء فيه تقدير لهذا الرجل وفيه ذكره بخير، يعني وكذلك التعبير عن مشاعر الأخوة والمحبة، والجميع بمعنى يتمنى يدعون له بالرحمة ويقدرون وفاءه وإخلاصه يعني لخدمة المنبر، رحمه الله، لأنه كان رجل يعني منبري وكان رجل خطيبا ورجلا بمعنى جادا، يعني لا يعرف عنه إلا الخير وإلا الكلمة الطيبة وإلا الابتسامة الدائمة بناء على وجهه، رحمه الله ورزق الأهل جميل الصبر والسلوان. شيخنا الجليل الأستاذ الطيب الغزي، شكرا لك لتواصلك معنا، وشكرا لك لحسن استقبالك ضيوفك من الأئمة من القيروان وخارجها، وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا، شكرا جزيلا ويوما سعيدا شيخنا المبجل الأستاذ الطيب الغزي، بارك الله فيك.